السلام عليكم أعزائي أحبائي متابعي القناة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وإن شاء الله غادي نحضر معاكم شكل جديد بدون فرن على شكل وردة كيف ما كتشوفوا معايا. هذا هو الشكل ديالو، ما تمشيو فين، تابعوني باش نوريكم مقادير وطريقة التحضير. المقادير غادي نحتاج 4 ديال اللوز، أنا هنا طحنتها وضفت عليها نكهة ديال الكراميل، وغادي نحتاج 100 غرام ديال البسكويت كيف ما كتشوفوا معايا، انا ما هرمشوش بزاف، خليته واحد شويه محبب كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نحتاج 500 غرام ديال الشوكولا السوداء. غادي نبدا على بركه الله. غادي ناخذ واحد الاناء، خديت هنا اناء كبير اللي غادي نخلط فيه جميع المكونات. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا درته في بان ماغي، يعني كيف ما كنعرفوا ان الحال دابا بارد، يعني الشوكولاط دغيا كيجمد لينا بهذه الطريقه هذه، يعني ملي كديري ليه الماء سخون تحس منه، يعني ما كيجمد لك الشوكولاط. غادي نخلط جميع المكونات ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل ديال الحلوه اللي غنصايب ان شاء الله. من بعد ما خلط جميع المكونات غادي نضيف 2 ديال المعالق كبار ديال الزيت، اولا معلقه كبيره ديال الزبده ما كتشوفوا معايا، ها هو الخليط اللي حصلت عليه. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو الخليط وجد. غادي ناخذ هذا السيليكون اللي على شكل ورده كيف ما كتشوفوا معايا، بالنسبه للسيليكون يعني ممكن ديروا اي سيليكون بغيتوا، انا هنايا درت تحت منه واحد البلاطو. غادي نبدا على بركة الله، غادي نعمر من بعد ما كنعمرو، يعني كنضرب على باش يشد الشكل ديال الطابع اللي دايرين ليه. دابا غادي ندخلها المجمد تبرد ونرجع معكم باش نشوفوا طريقه الزين ديالها والشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل الحلوه ديال على شكل ورده من بعد ما خرجتها من السيليكون. دابا غادي ندوزو للزين. بالنسبه للزين انا هنا خديت الشوكولا البيضاء وخديت هاد القليبات كيف ما كتشوفوا معايا وخديت العقيق. غادي نبدا على بركة الله. غادي نعمر هاد الحفرة هادي بالشوكولا البيضاء، انا استعملت هاد القراعة يعني باش كنسهل الخدمة. غادي نقرب على هاد الشكل، ناخد واحد 3 ديال القليبات نديرهم على هاد الشكل هذا. بالنسبة للزين يعني كيبقى اختياري. وغادي ناخد واحد 3 ديال الحبيبات ديال العقيق على هاد الشكل هذا. غادي نستمر في هاد العملية هذه حتى غادي نكمل الحلوة ديالي كاملة.
ندوزو ديك الساعات باش نشوفو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا اللي وجدنا اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب بالنسبه للناس اللي عاد جداد باش وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليها بلا لايك ديالكم.